وعلى بركة الله مشاهدينا جمهورنا الكريم ينطلق الشوط السادس في هذه الأمسية، الشوط المخصص للخيل المهجنة لصلة تكافؤ الدرجة الثالثة ولمسافة 2000 متر على المضمار العشبي هنا في نادي السباق والفروسية ضمن السباق 47. متابعة إذن لـ 11 راس في هذا الشوط. المركز الأول والصدارة هنا مع رقم 8 شهبار ملك السيد علي بن ثابر المحشادي والمدرب زوير محسن والخيال مارفين سيورلاند من سلالة شانزليزيه، والمتابع في ثاني المراكز لرقم 9 زفريني من سلالة شمردل والسيد هنا محمد خميس عيسى الكعبي والمدرب إبراهيم المالكي والخيال توماس لوكاسك. في ثالث المراكز متابعة لرقم 5 بريبيتوريو ملك وتدريب المهندس أسامة عمر الدفع والخيال سيف اللجاج. أيضا في الجهة الخارجية متابعة لرقم 11 بالشعار الأبيض والنجوم الخضراء وتسبرايز ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني والمدرب إبراهيم المالكي والخيال سليم غلام. أيضا متابعة لتكنيكالر سلالة دباوي والمهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك والمدربة هنا ديبي ماونتر والخيال فالح بغنيم. عودة للصهدارة وشهبار والخيال مارفين سيورلاند. الآن الجياد تسير وتتجه نحو المنعطف قبل الأخير شهبار في الصدارة، محاولة أيضا من سفريني والآن محاولة الاندفاع من سليم غلام مع وات سبرايز من الجهة الخارجية، بينما أيضا بليادس من سلالة غاليليو الخيال جيرالدا فرانش والتوجه الآن نحو المنعطف الأخير في هذا الشوط آخر 400 متر. شهبار في الصدارة محاولة قوية الآن من جولدنفيلد وخيال ألبرتو سنن دفاع إلى المركز الأول والصدارة. إذن جولدنفيلد ومربط الجريان ولكن شهبار من الجهة الداخلية محاولة قوية الآن من جولدنفيلد ولكن متابعة من واتا سبرايز دفاع قوي وكمبلينيتر إلى المركز الأول والصدارة. واتا سبرايز منافسة قوية وعند الأمتار الأخيرة واتا سبرايز والصدارة مع الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم من ثاني الثاني والمدرب إبراهيم. هنا إذن النتيجة النهائية والرسمية، المركز الأول والصدارة مع رقم 11 واتا سبرايز ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني والمدرب إبراهيم المالكي والخيال سليم غلام. ثاني المراكز لرقم 6 كومبلونيتر والسادة مربط الجسرة المدرب طارق عبد الله والخيال يون بابتيس هامل. المركز الثالث لرقم 2 جولدنفيلد مع السادة مربط الجريان والمدرب هادر رمزان والخيال ألبرتو سنة. المركز الرابع لرقم 8 في هذا الشوط شهبار ملك السيد علي بن ثامر المحشادي والمدرب سوير محسن والخيال مارفين سيورلاند، بينما المركز الخامس لرقم 4 بليادس والسيد حمد بن عبد الرحمن بن حمد العطية المدرب وسيم محمد الخيال جيرالد أفرانش. ألف مبروك تهانينا للفائزين في هذا الشوط ونبقى مع الشوط الأخير بإذن الله كأس الحويلة بعد قليل بإذن الله، فابقوا معنا.